إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. السلام عليكم أيها الحضور الكريم في هذا المحفل الولائي ورحمة الله وبركاته. لنا ضوءه الأبهى تبارك خالقه، لنا اسمه الأشهى كثيرا نعانقه، لنا إننا دوما نراه صديقنا، وأجمل ما فينا نظل نصادقه. يمر بنا والليل مرخ سدوله، تلوح بالفجر البهيم شارقه، ونحن بقايا من رشيح جراحه، ونفحات عطر خلفتنا حدائقه. خير ما نفتتح به محفلنا الكريم هذا هو آيات بينات من الذكر الحكيم يلقيها على مسامعنا المقرئ السيد يحيى الجابري. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. صدق الله العلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأكرم بالنبي مناديا، فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا هناك، دع اللهم والي وليه وكل الذي عادى علي معاديا. صلوا على محمد وآل محمد. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. كلنا نحفظ هذا الحديث، أشهر الأحاديث وأكثرها مصداقية ووصولاً حتى في الكتب الأخرى. لذلك هذا الحديث يروى في الصحاح أكثر مما روي حتى في كتبنا. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم انصر من نصره، واخذل من خذله، ووالي من والاه، وعادي من عاداه. كل هذه الأوامر والأدعية لم تكن تأتي إلا بحق علي العظيم في بداية هذا المهرجان، وبعد أن افتتحناه بآيات من القرآن الكريم وهذه السورة المباركة التي ذكر المؤرخون والمفسرون والرواة بأنها نزلت بحق علي عليه السلام. كلمة هذا المحفل المبارك
يتلوه علينا السيد كاظم الجابري متفضلا. نبارك لكم هذا المحفل الكبير ونرحب أجمل ترحيب بكل الحضور، شاعرنا الكبير الحاجي وكل أخواننا المشيدين الذين حضروا لهذا المحفل الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. السلام عليكم أخوتي الحضور ورحمة الله وبركاته. نحتفل اليوم بواحد من أهم الأعياد الإسلامية، اليوم الذي توج به أمير المؤمنين إماماً للمتقين. في مثل هذا اليوم تجلت حقيقة الإيمان وانكشفت صحيفة النفاق وساخت الأرض بالمتآمرين المنافقين الذين لم يؤمنوا يوماً ولم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكن استسلموا حقناً لدمائهم. كلمات صدعت بها أجواء غدير خم، كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وبعد أن سمعها الجميع وبعد أن رفع الرسول الأكرم يد الإمام علي عليه السلام حتى بان بياض إبطيه، نزلت الإفاضة الإلهية بقوله جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول شهيد المحراب: كيف يمكن تصور التحول السلبي لموقف الصحابة من بيعة الغدير، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحظى باهتمام واحترام المسلمين إلى درجة إن بعضهم كان يبادر إلى التقاط القطرات التي تسقط من وضوئه صلى الله عليه وآله ليتبرك بها. ثم بين عشية وضحاها تختلف الأمور، فيكون كلامه يوم الغدير بجانب والأمور تسير في جانب آخر. ولتفتيت حالة الاستغراب كما يقول شهيد المحراب، نتعرض لنقطتين مهمتين. النقطة الأولى: التوسع الإسلامي حدث في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله، بالتحديد بعد فتح مكة، وهذا التوسع عزز استقرار الدولة الإسلامية، ولكن بالوقت ذاته كانت تحيط به مخاطر كثيرة بسبب عدم تجذر الحالة الإسلامية، مما أدى إلى تفشي ظاهرة الاجتهاد أمام النص. والنقطة الثانية: إن الأمة الإسلامية في أيام حجة الوداع وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله كان يوحدها الإسلام وشعائره الشريفة والكيان السياسي الجديد المتمثل بالدولة الإسلامية وروح النصر والفتح والقوة والقدرة التي تعبر عن هموم وأهداف مشتركة، إلى غير ذلك من القضايا المادية والمعنوية. ويمكن كما يقول شهيد المحراب تقسيمها إلى 6 فئات سياسية: الفئة الأولى الأعراب وعامة المسلمين الذين أخذتهم قوة الإسلام والانتصارات التي حققها فوحدتهم. قالت الأعراب: آمنا، قل لن تؤمنوا، لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والفئة الثانية: المنافقون الذين كانوا يتربصون بالمسلمين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجارونك فيها إلا قليلا. فالقرآن الكريم هدد المنافقين باستخدام القوة ولكن بشرط. هذه طبعا المفردة ممكن أن نطبقها على واقعنا الحالي في هذا الزمان. الأول، الشرط الأول أن تكون هذه الحركة تهدد أصل الوجود الإسلامي. في بعض الأحيان تظهر فرد أشياء وحركات لا تهدد أصل الوجود الإسلامي، لذلك يشوف الفئة الصالحة التي تتبناها نظرية شهيد المحراب لا تتحرك في مثل هكذا ظروف. والثاني أن يكون الظرف السياسي الذي تعيشه الجماعة الصالحة ظرفاً يسمح باستخدام القوة. والفئة الثالثة
أصحاب المصالح السياسية وطلاب السلطة والقدرة من الانتهازيين الذين ينظرون للسلطة لأنها غنائم حرب. والفئة الرابعة وجود أشخاص كانوا يخططون للسيطرة على الأوضاع السياسية وينظرون إلى أن الخلافة شأن إنساني وليس شأنا إلهيا، كما أنهم على استعداد دائم لفرض اجتهاداتهم وتصوراتهم في فهم المصالح والمفاسد كمبررات لمخالفة النصوص الواضحة. والفئة الخامسة عموم الأنصار والمهاجرين من بقية السلف الذين جاهدوا في سبيل الله وقدموا التضحيات الكبيرة من أجل الإسلام، أو الذين كان يهمهم بالدرجة الأولى الاحتفاظ بالمكاسب الجديدة في الوحدة الأمة وقيام الحكم الإسلامي ونشر الدعوة. وهذا الوسط قد تم تعبئتهم روحياً ومعنوياً وفكرياً في مواجهة أعدائهم الخارجيين. والفئة السادسة الصفوة الصالحة الواعية ممن كان يسميهم رسول الله صلى الله عليه وآله شيعة علي، الذين كانوا يدركون حجم الأخطار وعمقها ويميزون بين الحق والباطل والخطأ من الصواب، وعلى استعداد للتضحية والبذل، ولكنهم كانوا قلة قليلة تقيدهم وصايا الرسول في المحافظة على الأهم في مقابل المهم. وهذه طبعا إخوان ممكن أن نلمسها في قضية ما حصل في معركتنا مع داعش. هذه القلة القليلة استطاعت بفتوى مباركة من السيد السيستاني أن تظهر وتستطيع أن تسيطر على الوضع وتعبئ الناس بمعنويات وإيمان راسخ بفكر المرجعية ودفاع عن الإسلام، واستطاعت أن تحقق هذا النصر الكبير. ويمكن تقسيم الوضع السياسي في العراق بعد سقوط الطاغوت إلى 6 تقسيمات أيضا. الفئة الأولى عامة الشعب العراقي الذين أخذتهم نشوة تغيير النظام والتحول الكبير في الواقع السياسي من أقصى شمال الاضطهاد والقمع إلى أقصى يمين الحرية والانفلات العام حتى الانفلات الاجتماعي. والفئة الثانية المنافقون الذين كانوا يد النظام السابق في قمع الشعب العراقي والذين ركبوا موجة الدين وعززوا انتماءهم للحركة الإسلامية دفاعاً عن أنفسهم ولكي يتخذوا هذه الحركة غطاءً لجرائمهم ونقطة انطلاق لمشروع عودتهم إلى الواجهة. وهنا أقول بعد سقوط الطاغوت في العراق برزت واجهات إسلامية وحركات أصبحت تهدد أصل الوجود الإسلامي وتحرف عقائد الإسلام الأصيلة. وللأسف الشديد لم يتم معالجة مثل هكذا حركات منحرفة بسبب الخوف من الوقوع في مستنقع الحرب الأهلية التي يشجع عليها الاحتلال وأعداء الشيعة في العراق. فلم يكن الظرف السياسي الذي تعيشه الجماعة الصالحة في بداية سقوط الطاغوت ظرفاً يسمح باستخدام القوة أو كشف زيف مثل هذه الحركات المنحرفة. والفئة الثالثة أصحاب المصالح السياسية وطلاب السلطة والقدرة من الانتهازيين الذين ينظرون للسلطة على أنها غنائم شخصية أو فئوية أو حزبية. والفئة الرابعة وجود أشخاص كانوا يخططون للسيطرة على الأوضاع السياسية وينظرون إلى النتائج ما حل من تغيير النظام يعود الفضل فيه إليهم ليس لغيرهم، وكانوا على استعداد دائم لفرض اجتهاداتهم وتصوراتهم في فهم المصالح والمفاسد كمبررات لمخالفة شركائهم ومصادرة جهود الآخرين وترويج الشعارات الزائفة الرنانة الداعية للإصلاح، وهي شريك أساسي فيما آل إليه الوضع في العراق. والفئة الخامسة عموم الناس الذين لا تهمهم سوى تأمين لقمة عيشهم تحت مبرر حشر مع الإسلام عيد. وهؤلاء ينعقون مع كل ناعق ويتأثرون بالحرب الناعمة وتحركهم عواطفهم أكثر مما يحركهم شعورهم بالمسؤولية تجاه دينهم ومذهبهم وعقيدتهم ووطنهم. والفئة السادسة الصفوة الصالحة الواعية ممن كان يسميهم شهيد المحراب الجماعة الصالحة. هؤلاء يدركون حجم الأخطار وعمقها ويميزون بين الخطوط السياسية ويعرفون الأشخاص ويدركون الحد الفاصل بين الحق والباطل والخطأ من الصواب، وعلى استعداد للتضحية والبذل، ولكنهم قلة قليلة تقيدهم الخوف
من تحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع عقائدي كما حصل مع أمير المؤمنين عليه السلام، فتقيدهم حرمة الدم والالتزام بوصايا المرجعية الدينية في ضرورة المحافظة على الوحدة وعدم إعطاء مبرر للأعداء لخلط الأوراق ودق إسفين الحرب الأهلية المتضرر الوحيد فيها شيعة أهل البيت عليهم السلام. وهنا أكاد أجزم أنه لا يوجد حل لهذه العقد السياسية لإصلاح الوضع في العراق إلا بظهور راية حق تلتف حولها الفئة السادسة وتوعي الفئة الخامسة وتفضح الفئة الثالثة وتقتص من الفئة الثانية وتعمل على إيجاد مشروع إصلاح حقيقي يتم فيه مكافحة الفساد وتقديم الخدمات اللازمة للمحرومين من أبناء العراق من دون تمييز من الفاو جنوبا إلى دهوك شمالا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. السلام عليك يا أمير المؤمنين، بما صبرت فنعم عقب الدار، وجعلنا الله ممن يتولاك في الحياة الدنيا لكي تتولاه وتكون وليه وشفيعه في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى لا نأخذ دور الآخرين، استقبلوا شاعرنا الكبير ناظم الحاشي بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. باسمكم جميعا، أنا شيعي الأصل والنطفة والتكوين ونبي الرحمة بغدير اختار تسميتي، مؤمن أن محمد سيد الكونين وعلي بعد الوصول راسخ بعقليتي، وأنا القرآن عندي لعند جميع الناس وشريعة منهج القرآن شرعيتي، ما داعي بضلع لو ما ضلع مكسور ولا ألعن شخص لو ما حرق بيتي، ما خالف محمد بالفعل والقول رباني علي، وما خن التربيتي شيعي وما أساوم كائنا من كان ولا بيعا علي ولا أخون شيعيتي. هواي أخذني العالمك سر الخيال والقصيدة بسر إله مسيرة، انت نور انولد من رحم السماء الصور آدم بيده صاغه وصوره الباري لأمك مو عبث شق الجدار راد ينطيها الجنين الغيره بيده بدل حيدر بحيدر جديد حتى يقتنعون جايبتك مره. منهم مثلك يا علي أعداء الرسول نالوا بسيف الهزيمة المنكرة، علي وسيفك كتب تاريخ الجهاد قلم كان ودم عدوك محبرة، نطف خافت منه بصلاب الرجال من كثر ما روسه الهم بترة، علي لو طبيت ميسرة الحروب الميمنة تطلب زلم للميسرة، البوب من الخوف ترجف من تفوت فز بيها من هالصولة خيبرة. القال لك ميت علي كذب عليك، القال لك ميت علي كذب عليك، يا هدق باب بعسر وتعذره ولا تقل بحيدرة تفسر العقول، علي من فسر علي ما فسره، ولا تحارب حيدرة ببغضك عليه ولا تساوي للثرية ويا الثرى ولا تساوي بحيدرة اشباه الرجال وعورة ابن العاص خلها مدثرة، شيع واشهد بس علي تعين أمير البعدجة والقبلة كلها مزورة. مالي محمد أحسنتم بارك الله بيكم. البعض يفهم ما يعود الراح ولا تصعد المهرة الموش خيالة ولا يرجع بعد تمثال بن سفيان الطاح بساحة الفردوس تمثاله، صفقتوله وطمع والصار بيكم صار وقص جفوف دينه وما صفقنا له، واسفع للزلم
للداعش الطخراس وتسلم الوطن واعذار تلقاله مشطنا الرصاص وما حنينا الروس حشد والفشق طول بطول قمنا له وين القال داعش توصل لبغداد اشو صارت غنم بالمعركة رجاله خيرهم البيهم ويوم صار زمات لابس ثوب مرت من وصلنا له باسمك للجهاد الزلم صعدت خيل باسمك للجهاد الزلم صعدت خيل وحبا بالشهادة عنت المصرع نفخت الغيرة بيها تقول نفخ الصور وخليت الزلم للزلم ما تركع يا صاحب الفتوى الحمت عرض الدين يا بحر الشجاعة المصب والمنبع هذا الحشد حشدك يا سليل حسين وهذا النصر نور ومن جبينك شع يا ابو محمد رضا وكل العراق وياك وبرايك مشى وبرايك تجمع واذا روس الملوك ترفعت بالتاج بعمامة محمد راسك ترفع خادم هذا الحشد حشدك يا سليل حسين وهذا النصر نور ومن جبينك شع يا ابو محمد رضا وكل العراق وياك وبرايك مشى وبرايك تجمع واذا روس الملوك ترفعت بالتاج بعمامة محمد راسك ترفع لابو الفتوى الفضل مو لتركها وراح وخلى ابن الزواني يروح يسبيها تلقاع العراق تسلمت للموت وثلثين البقى بكل بيت ناعيها كفت والدواعش وصلت لبغداد وارباب الحكم عافت كراسيها وزار صوت الاسد من العرين وصاح حي على الجهاد بحد مواضيها شعب ما كان على السستان فتوى انطع كان القائم الموعود منطيها يوم صدرت مولاي فتواك الكفائية منها وصدر أمر الموت بالدولة الخرافية يا أبو محمد رضى فتواك من تصير عينية نقلبها الدنيا ونفنيها نقلبها الدنيا أعلى ونفنيها نقلبها الدنيا على السستان نادى وصحنا عد عيناك يا سيد علي كل العراق وياك على السستان نادى وصحنا عد عيناك يا سيد علي كل العراق وياك من صدرة الفتوى بدمنا بايعناك للفرض الخامس لبينا للفرض الخامس أعلى من سمعنا الخوف مرها وما غفت عين القطع من سمعنا الخوف مرها وما غفت عين القطع كل زلمنا بدمها رسمت علم فوق الخارطة بعد ذاك النصر نمنا على التراب بلا غطا والكشف روحه مغطينا والكشف روحه مغطينا والكشف روحه أنا راح أختم بهاي بس تذكروها لا تنسوها لا تترحموا الهدام لو زلوا ربعنا وياك خوش لا تترحموا الهدام لو زلوا ربعنا وياك ولا تجعل غلط ذولا يبرر لك غلط ذولاك بصبعك تقدر تغيره الما جاز الوفا وجازا بس لا ترجع لابن العوجة بس لا ترجع بس لا ترجع لابن العوجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نختتم هذا المهرجان ولكن بطريقة مختلفة
لدينا اليوم منشدين كبار لهم أثرهم البالغ في نفوس الأغلبية. نرحب كثيراً بالمنشد الكبير أحمد البهادلي والمنشد الكبير علي زورة، فليتفضلوا مشكورين، والحفل كله بانتظاركم. سير يا ليل الفرح بنغامك علينا، سير يا ليل الفرح بنغامك علينا، خلينا ننسى الحزين أرجوك أرجوك خلينا، سير يا ليل الفرح بنغامك علينا، خلينا ننسى الحزين اليوم يوم فرح، خلينا ننسى الحزن أرجو خلينا، شي صير لو للفرح شي صير شي صير شي صير شي صير لو للفرح، فديوم غنينا لا تظن غنوة الطرب والنفس تغوينا، هالليلة نعلق شمعة ونعلق لزينة، هالليلة نعلق شمع ونعلق لزينة، بحب الصميد النبي هو الموصينا، بحب الصميد النبي هو الموصينا، قال النبي 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 قال اللي يحب حيدر 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 متمسك بدينه، واحنا الفخر شيعته، وش تسمي سمينا بيوم القيامة علي هو اللي نجينا، بيوم القيامة علي هو اللي نجينا، بيوم القيامة علي هو اللي نجينا، يا روحي يا روحي يا روح اش عندك من افراح، والماي 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 يا روح اش عندك من افراح، والماي والماي دوج روحي يقاع النجف النجف، دوج روحي يقاع النجف، والماي والماي هو الله الحيدر الكرار، هو الله هو الله الحيدر الكرار، والماي وخلايا الدم توقع راف الضياء، وخلايا الدم توقع راف الضياء. صلى على محمد وآل محمد. يقول علي عال وما يضيع الجبل بالنص، خلي فكرك يم علي عال وما يضيع الجبل بالنص، وسبحان اللي ينص عليك، وسبحان سبحان اللي ينص عليك بالنص بالنص، شطرك عجب الميزان عم شطرك عجب الميزان، بالنص 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 بالنص
بالنص حتى على الثرى يطيح نسوي صلوات ولاية ولاية مثيل حيدر بهالدنيا ولاية 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 مثل حيدر بهالدنيا ولاية يا هو القايل بحقه أنا يا هو القايل بحقه ولاية يا أبو حسين علي صارت لمن الله ولاية 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 الله شقد يحب حميل حمية صلوات يقول وانت منا رسول الله منك وانت عفية جاوبني رسول الله منك وانت منا سل وانت يا حيدر وانت منا يا ابو حسين نطلب ونتمنى نتمنى 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 نكون وياك دنيا واخر يا صلوات أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن بايع إمامك خادمك يا غالي حققت آمالي وأنا من يوم الذر بايعك دلالي بايع خادمك يا غالي حققت آمالي وأنا من يوم الذر بايعك دلالي غايت ومطلوبي يا منار دروبي ساكن بوجداني يا علي محبوبي يا علي محبوبي أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي إيه ساعدني هلا أشهد أن علي خدمتك يا غالي حققت آمالي لخادم الحسين وأمير المؤمنين سيد علي الموسوي خادمك يا غالي حققت آمالي وانا من يوم وانا من يوم الذار بايعك دلالي اعطيني شويه صوت بايعك دلالي غايت ومطلوبي يا منار دروبي ساكن بوجداني علي يا محبوبي علي يا محبوبي أشهد أن علي ولي الله ضبها ضبها أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله أوفى الجمهور فدوا الإيدك أشهد من الزغر حبيتك هايم بشخصيتك من الزغر حبيتك هايم بشخصيتك رغم كل عذالي بالقلب خليتك بالقلب خليتك من الزغر حبيتك هايم بشخصيتك
رغم كل عذالي بالقلب خليتك في سيرتك مضموني عاشقك سموني كل وقت يا غالي صورتك بعيوني أشهد أن علي ولي الله أشهد ولي الصفقة أشهد أن علي ما جاي جاوب صفقة مارتك هيك هيك هي أشهد أن علي ولي الله أشرك عافيه أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله يا فرحتي ونوحي يا طبيب جروحي يا فرحتي ونوحي يا طبيب جروحي والله يا أبو حسيني بيك ذابت روحي بيك ذابت روحي يا فرحت ونوحي يا طبيب جروحي والله يا أبو حسيني بيك ذابت روحي يا حبيب الهادي هذا قلبي نادي هذا عيد الشيعة أجمل الأعياد أجمل الأعياد أشهد أن علي ولي الله يلا نار بالأخير باع شلون حلو أشهد أن علي ولي الله أشهد أشهد أن علي ولي الله أخوتها شرفكم أنتم مقتنعين بهذا الجواب أخوتها أبو سيديكم فدوة أو علي غير المرتضى مثلوك هاي المنزلة أو علي الغير المرتضى مثلوك هاي المنزلة الله لو شايف كف غير الوصف يا وصل أو علي أو علي أو علي الغير المرتضى مثلوك أو علي الخير المرتضى متلوك هاي المنزلة الله لو شايف كف غير الوسط يا وصل بس علي الكرار ربنا للخليقة مفضلة أخوتها أخوتها بس الله وطاها يعرفون بس الله وطاها بس الله وطاها نبقى على العهد نبقى على العهد تربات الشهم شايبنا العلم تربات الشهم شايبنا العلم زلمة قاتلوا زلمة قاتلوا بالدم وقعوا بالدم وقعوا للموت اعتنوا للموت اعتنوا مرقطهم هله مرقطهم هله ولد المرجلة ولد المرجلة يا هوي نازلة يا هوي نازلة ها وانت هذول لو صار الطق ها انت هذول لو صار الطق انت هذول لو صار الطق رحيت
والهسه حسك ترى مخوفهم ثقيل وصورتك من انشر تغثهم اللي يكرهونك شلع كلهم تشرفهم يا ابو مهدو الك رباط اسمحهم اخوته هاي النشامه هاش قدر عبهم شيبك من الصوره امريكا تخاف ايش قدر عبهم شيبك